خلينا نبتدي بعد اذنك بالخبر الحلو اللي كلنا سعدنا بيه امبارح، فكره ان الفيفا اعلن اعتماد الانديه ابطال القارات ابتداء من 2021 ولغايه 2024 في ان هم هيشاركوا في النسخه القادمه من كاس العالم للانديه 2025، وده بالضروره معناه ان الاهلي هيشارك. وده خبر نزل كالصاعقه على البعض. طبعا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ده خبر سعيد جدا، لانه يعني هو في كذا شق، يعني منه ان هو انصف البطوله العشرة اللي مظلومه تماما في النادي الاهلي في تاريخ بطولات افريقيا في النادي الاهلي، ان طبعا الجمهور احتفل اكتر بالتسعه لاسباب كثيره، منها انه على حساب الزمالك، منها توقيت الفوز نفسه في المباراه، منها انه قعد 7 سنين يغيب عن البطوله، لكن البطوله العشرة يعني اهدر دمها، لكن ده انصاف ليها لان هي بطوله اشركت الاهلي مرتين في كاس العالم للانديه، مره في قطر او في الامارات والاهلي فاز بالمركز الثالث، والمره طبعا البطوله المجمعه اللي هي 2025. فده طبعا شيء جميل وبيحسب وبيخليك دايما يدي لك، يعني بتاخد من ده لماتش القطن بالمناسبه، اللي هو ايه، اعمل اللي عليك، انت في النهايه بتكسب. صحيح. وهو شوف سبحان الله ربنا بيكافئك، اقدار كده. السعي دايما ربنا بيكافئك عليه، انت اصلا شاركت في كاس العالم للانديه الاخير اللي في المغرب لمجرد ان انت وصلت للنهائي وخسرت طبعا قدام الوداد، الوداد طبعا كان خلاص هيشارك، لقينا البطوله كمان في المغرب، فسبحان الله. فهو دايما ربنا بيكافئك على السعي، فانت اعمل اللي عليك. عشان كده ده طبعا خبر مفرح جدا، والاهلي سبحان الله بيشارك للمره التاسعه في تاريخه، ان لم يشارك قبل ذلك، يعني ان لم يكمل مثلا التاسعه دي السنه دي او السنه الجايه. فطبعا ده شيء جميل يعني ماشي مع قيمه وقدر النادي الاهلي. شيء محترم جدا. لا احنا يعني بجد حسينا بنفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، في انصاف في الخبر فعلا، حاجه جت في وقتها بشكل كبير جدا، حتى وان احزن البعض زي ما كنت بتكلم او بنهزر، بس لا لا معلش عادي. معلش بدك انت معلش لا لا عادي. طيب. عارف كان زمان الستات كبار السن، زمان الجدات يقول لك ايه، انت بوريه منك، عارف المصطلح ده؟